ما تتكلمي يا حنان دغري وتقولي فيه ايه؟ الله غدوه ايه اللي ظهرت فجأة بكرة؟ ازاي يعني؟ مستر كمال، في حد منتظر حضرتك جوه. ها؟ في حد منتظر حضرتك هنا. شكرا. نعم. لا صوتك في حاجة ومخبية. حاضر يا حنان، حاضر، حاضر بكرة الساعة 3، حاضر. سيبك دلوقتي عشان جالي ضيوف. باي. مستر كمال. اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا. هشام طليق مدام لبنى خطيبتك. جرى ايه يا ابو جنى؟ انا عارف ان زيارتي كانت مفاجاه بس مش الدرجات دي عرفت مكان ازاي؟ طب بذمتك ده السؤال الاهم ولا انا ايه اللي جابني هنا؟ عزيه بتدخن؟ على فكره انا جاي من بره تعبان وعايز اطلع اوضه انام، اخلص. هو انت ولبنى زعلانين مع بعض ولا حاجه؟ ايه ده؟ اصل انا من كام يوم قلت لها على حاجه تقولها لك وما ردتش عليا، فقلت يبقى حاجه من الاثنين، يا اما قالت لك وانت وما وافقتش، يا اما ما قالتلكش وتبقوا زعلانين مع بعض. تقول لي ايه بقى؟ يبقى واضح ان هي ما قالتلكش. انا توقعت كده على فكره، بتحبك مش عايزك تنخل ابتزاز واحد حقير زي ده، تفكيرها هي طبعا. بقول لك ايه؟ انا عارف ان انا شكلي يبان مؤدب وابن ناس ومش بتاع مشاكل، بس صدقني ده مش على طول الخط، مش على طول الخط. ايه الشراسه دي؟ انا مش جاي استفزك على فكره، بالعكس مصلحتي هي مصلحتك. انت بتحب لبنى وعايز تتجوزها، وهي شارياك وعايز تتجوزها، تبقى المشكله في كريم. على فكره عجبتني جدا فكره ان هو يكمل تعليمه بره دي، وانتوا كمان تعيشوا حياتكم بقى، يعني مفيش مشكله والدنيا زي الفل. لبنى بقى لازم تحط العقده في المنشار. قال ايه؟ مش عايزه تخليني اجي اطلب منك عرقي. تخيل عرقك. انت قلت عرقك؟ واضح ان انت مخلص لشغلتك على الاخر. والله لو كل واحد في البلد دي اخلص لشغلته لان يبقى احسن من اوروبا. قلت ايه بقى؟ وعرقك ده بقى يتقدر بكام؟ 20 مليون. وانت بسم الله ما شاء الله طلع لك قرشين حلوين من ارض الاسماعيليه ولا ايه؟ اسمع يا جدع، انت شغل القوادين ده ما يمشيش معايا، ولبنى وكريم لو هوبت ناحيتهم انا هقطع رقبتك. انا سمعت وسمعتك للاخر، لكن كلمه زياده انا مش عايز اشوف وشك هنا تاني. اوكي يا جماعه مفيش حاجة، شركاء عادي وبيختلفوا مفيش مشكلة. ايه ده ابو كمال؟ نور بقول لك. حط 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 حط. انا بس عايزك تكلم لبنى وتفكر معاها بصوت عالي، عايزين نفرح بيكوا بقى يا ابو جنى وملك. طعمها متوازن، الريحان مزروع عالي.
وبه بعض النساء ايضا، وهذا جيد. كم عدد تريدين؟ اثنتان من فضلك. للبن المجمد وللرشاء ايضا. شكرا. والان سنخلط التفاح الطازج مع اللبن العضوي اللذيذ. شراب الصبار المستخلص محمد مثالي جدا للحلويات. هشام جالي وقال لي على كل حاجة، احنا لازم نتقابل. معلش يا فندم، كل يوم والتاني اجراءات البنوك بتتعقد اكتر. بص حركة، تمضي لي هنا وهنا كمان كده ولا في حاجة تاني؟ لا خلاص، دي اخر حاجة. حضرتك تحب تعمل دفتر شيكات على الحساب؟ يستحسن نعمله برضو. طيب اوكي، لحظة اجيب فورمة من بره عشان اللي عندي خلصت. ماشي. احسن انك تعمل دفتر شيكات عشان لو احتجت فلوس ما تفضلش رايح جاي على البنك. على فكرة مش لازم تحط فلوس كلها باسم دلوقتي، نصهم هيقضي الغرض في الاول وكله هيبقى زي الفل. ليه يا هيني؟ هو انا لو طلبت حاجه منك مش هتجيبها لي؟ بيطولوا قوي هنا، انا ما كنتش عامل حسابي ان احنا نتاخر قوي كده. لا ان شاء الله يخلصوا بسرعه علشان نلحق نعدي على ماما قبل ميعادك. احنا لو اتاخرنا هنا مش هنلحق نروح لماما، انا عندي ميعاد مع سيد عشان نخلص موضوع المحل. وايه المشكلة يعني لما تأجل مع سيد الميعاد تخليه بالليل؟ الدنيا مش هتطير. تاني يا دانيا أجل الميعاد تاني. لو أجلته تاني هيقول عليا مش جد. خلينا نخلص بقى. وجات كتير ما تلاقيش، ولو خلصت بدري هحصلك على هناك. اتفضل حضرتك، حضرتك هتملى البيانات دي بخط واضح. بس ده إنجليزي، ماشي. اديني جيت اهو، مش قعدت تقولي يلا نتقابل؟ ها هتعمل ايه؟ هتقنعني انك تديله الفلوس؟ ممكن تهدي شويه لبنى؟ اهدي اهدي عشان نعرف نتكلم. يا كمال، لما تدي الفلوس لمراتك وبناتك ده موضوع تاني، لان هم عيلتك وملزومين منك، ده شيء طبيعي. انما انك تروح تدي الفلوس لواحد زباله زي ده، فمش هيبقى لها الا معنى واحد بس، اني زي الستات اللي هو بيسرحهم دول. انت فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ دفع ايه؟ مين جاب سيره الدفع اصلا؟ يعني انا جايبك عشان نقعد نتكلم مع بعض بالعقل، تقومي تسدي اي باب في وشي بكلامك الفارغ ده؟ عقل ايه اللي انت بتتكلم بيه؟ الحكايه خلصت خلاص. خلصت ازاي يعني؟ خلصت ازاي؟ هو دلوقتي بيساومني مقابل ايه؟ مش مقابل ان احنا نتجوز من غير ما كريم يعرف؟ مش هي دي يعني الحته اللي بيلوي دراعك منها؟ ما تردي عليا، مش هو ده اخو يعني؟ هتقول لي تاني نقول لكريم؟ ما هو مش لازم يعني ترميها له في وشه كده مره واحده. ما في 100 طريقه ممكن نوصل له بيها الموضوع ونخليه يقبله بيها كمان. مش هقدر يا كمال، النقطه دي بالذات مش هقدر اعملها. انا العلاقه بيني وبين كريم على شعره، ولو عرف بالموضوع ده الشعره دي هتتقطع. بلد بيكرهني، لو بيكرهني قراط هيكرهني 24 قراط. وانت ليه مش قادر تحس بيه؟ يعني انا بعد كل اللي انا بعمله ده مش قادر احس بيكي؟ انت ما بتحبنيش على فكرة، انت ما بتحبنيش. انت لو بتحبيني كنت خطيتي اي خطوة. انت ما بتعمليش اي حاجة. انا العمال رايح بعمل كل حاجة يمين وشمال بس مقابل ان انا اجيبك. انت ممكن تكوني افتكرتي ذكريات حلوة بينا، ممكن اكون صعبت عليكي. صعبت عليك عشان جيت لك وانا يائس،
بس انت ما تحبنيش بجد. ايه اللي انت بتقوله ده يا كمال؟ بقول اللي كنت خايف افكر فيه مع نفسي بصوت عالي. انا عملت كل اللي اقدر عليه، قلت كل اللي عندي. واضح ان انت ايه، واضح ان انت محتاجه تعيد النظر في كل حاجه. لله يعني ايه كمان شهر؟ دي ناس سحبة طلبات السيزون كله وما دفعوش ولا دفعة. هما هيحمرقوا بقى من الاول ولا ايه؟ الله، انا مالي انا؟ السوق نايم ولا قايم؟ يكشي ينام على دماغتهم ما يقوموا. وهو ماله يعني؟ ماله هو انا مديه فرصة لنبيل ولا لا؟ ده حاجة ما تخصوش. اسمع، قول لهم ينفذوا العقد بحذافيره والا هبعت لهم انذار على قد ما احضر ونقضيها محاكم بقى. اف يا شوشو، مالك متزربنا ليه؟ عايزه فلوس، عايزه 150,000 جنيه. كم؟ زي ما سمعت كان جايلي طلبيه وما بعتوش الفلوس وعايزه اقبض العمال في المصنع. اتصرف بقى. اتصرف ولا لا؟ لا لا، اجيب لك اصلا 150,000 جنيه منين؟ ما انت عارفه اللي فيها. وعارفه ان شريكتك، وعارف انت كمان ان انا كان جايلي مصلحه قد كده، جايلي منها فلوس وطارت بسببك. اتصرف بقى. انا عايزك بس تهدى يا شوشو عشان اعرف اتصرف. بعدين انت عارفه اللي فيها، انا برملك الشرط الجزائي بالعافيه. انت اللي اخترت يا حاج. اقول لك، انا هبعت لك العمال اللي عندي والموظفين والسواقين وانت قبضهم من خزنتك، تمام؟ تبعتي مين؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت تهبلت في دماغك ولا ايه؟ منيرة بتحضر السفرة، اخواتي كلهم موجودين بره. طيب انا جاية وراكي. ماما انت عارفة انت داخلة عليا؟ داخلة على ايه بس؟ سيبيها على ربنا، اللي قادر يجيب قادر ياخد وقادر يجيب تاني. روح انت بس لاخواتك وانا هحصلك. ما انا عارفه يا ماما ان انت مالكيش في الاكل الهفأ. انا فرحانه ان انا جيت لكم النهارده، بس انا لو كنت سبتكم للبت حنان دهيا كانت هتعمل لكم شويه مكرونه وناجتس من الجاهز بتاع السوبر ماركت. انما انت من غلاوتك عندي يا غاليه طول الليل، وانا عماله اتبل لك في الفراخ واضب لك في البط ولفت المحشي، ووقت ما تقولي جعانه حما اولع لك على الاكل. يا بختك يا عم خالد، يا بختك. ماما، يا ماما، ايه سرحانه في ايه؟ انتوا بتزوروا ابوكوا يا ولاد؟ ابقوا زوروه، ان ما كنتوش قادرين تزوروه عشان مشواره بعيد، على الاقل ابقوا ادعوا له. غلط. والله يا ماما ما بفوت صلاه، وحياه ربنا لازم ادعي له وادعي له من قلبي. الله يرحمك يا بابا ويسامحك. هو جالك في الحلم قريب ولا ايه يا ماما؟ ابوكوا دايما على بالي، ولازم يبقى على بالكم انتوا كمان. انتوا ما تعرفوش هو تعب وشقي قد ايه عشان يوصلكم للي انتوا فيه ده. غلط غلط. هو في الاول طبعا ما كانش عايز يسيب الاسماعيليه ويجي القاهره. لولا انا بقى اللي فضلت وراه اقول له مستقبل عيالنا في القاهره، لازم يتعلموا في جامعات القاهره. مش معقول هنسيبهم بقى يخشوا بيوت الطلبه ولا نشحططهم في الطريق. غلط. لما سيبنا الاسماعيليه وجينا هنا الحكايه ما كانتش سهله. ما هي ورشه الميكانيكا بتاعته في الاسماعيليه كانت ما شاء الله ماشيه زي الفل وبتجيب فلوس. لما فتح بقى اختها هنا كانت بتنش. ليه؟ عشان جديد وملوش زبون.
كان كل ما يضيق بينا الحال ملقاش انا حتى حته صيغه بيعها، لاني كنت بعت الصيغه كلها عشان ندفع خلو الشقه الكبيره دي. فكان يعمل ايه يعمل ايه؟ يروح لاخوه يميل عليه ياخد منه فلوس علشان يفك نفسه، مره 100 مره 200 مره 500. والحقيقه ان عمكم عمره ما قصر ولا قال له هات الفلوس اللي عليك، رغم ان دريه كانت دايما تزن عليه. عم حسن، هو في زي عم حسن؟ الله يمد في عمره ويخليه لنا قادر كريم، طول عمره شهم وجدع وراجل. ربنا يكملك بعقلك يا منير. كمل يا ماما. الشهاده لله يا حنان، عمكم شالنا كتير قوي وعمره ما قصر، لكن ابوكوا بقى قعد مره يعد كده الفلوس اللي خدها من اخوه لقاها بقت 10,000 جنيه. وطبعا انتوا عارفين ابوكوا وعزة نفسه ما هنش عليه حد يفتكره مصهين على الدين، فجاب ورقه وكتب فيها تنازل عن الارض لاخوه. ارض ايه؟ الارض. ارض ايه؟ الارض اللي احنا بنبيعها دلوقتي. نعم ايوه يا ابني، أبوك كتب مبايعة بالأرض دي لعمك حسن واداله الورقة، قال له اعتبرها رهن خليها عندك. عمك طبعا ما كانش عايز ياخد الورقة وكان زعلان جدا من أبوك إنه عمل الحركة دي، لكن أبوك صمم قال له خليها معاك، إن أنا قدرت أرد لك فلوسك ابقى قطعها. بس فضلت الورقة بعد كده عند عمك ورقة ملهاش أي لازمة، وبعد كده كلنا نسينا الموضوع ده. يعني إيه نسيتوا الموضوع ده؟ يعني انت يا ماما عايزه تفهمينا ان بابا مات قبل ما يدفع الفلوس لعمي وياخد منه الورقه دي؟ بقولك نسينا يا دالي. نسيتوا ايه يا ماما؟ نسيتوا ايه؟ ده كده مصيبه، يعني انا ابويا مدفون وعليه دين في الدنيا؟ ده الا الدين، ده الدين ما يصعدش ابدا. ماما احنا لازم نروح نقعد مع عمي ونديله فلوسه. هو ده اللي بتفكري فيه يا منيره؟ طب انبسطي، عمك مش عاوز فلوس، عمك عاوز الارض. لا يا حنان، عمك مش عايز حاجة، إيهاب ابنه هو اللي عايز الأرض. ثانية واحدة بس، ثانية واحدة قبل ما أفقد أعصابي، ثانية واحدة. هو إيه اللي عاوز ومش عاوز؟ هم عرفوا الأرض دي بقى تمنها كام؟ ها؟ هي ورقة المبايعة دي لسه معاهم لغاية دلوقتي؟ كل الاحتمالات الزفت دي إحنا فكرنا فيها. غلط. وماما جايبانا دلوقتي عشان نشوف هنعمل ايه. يلا سلام عليكم. انت رايح فين يا عم الحاج؟ انا ايه انا خلصت اصلي، انا خلصت، انا خلصت. خلصت ايه؟ خلصت كراريس العيال صححتها كلها. كراريس ايه؟ انت مش سامع؟ يلا ربنا يوفق الجميع، ربنا يوفق الجميع ان شاء الله، ربنا يوفق الدنيا على الدنيا كلها ان شاء الله. يلا سلام عليكم. ما تمشيش، انت هتمشي قبل ما تاكل. لا معلش، لا ربنا يوفق. بقول لك ايه، انتوا اتفقوا على كل حاجه، وانا هبقى وراك، انا هبقى وراك يا قائد. عمر افتكرني، انا وراك في ظهرك على طول. يلا ربنا يوفق كل كل الحاجات. استنى كمان، انت رايح فين؟ انت هتسيبنا في المصيبه اللي احنا فيها دي وتمشي؟ جرى ايه يا ابني؟ انت مش هتبطل السلبيه وانعدام الشخصيه اللي انت عايش فيهم دول؟ معلش ما كبريش الموضوع كده. يلا ربنا يوفقكم، يلا مع السلامه. مع السلامه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا لهوي يا لهوي، ماما الحق كمال، اخويا اتجنن. هو كمال بس اللي هيتجنن؟ ده احنا كلنا قربنا نشد في شعرنا ونجري ورا عربيات الرش. معلش بس، يعني هو ورقه المبايعه يعني عقد كده ولا ايه؟ ايوه يا تقى، حاجه زي العقد، ومع عمي، وهو متخيل بيها ان الارض بتاعته. يا نهار اسود، وانت ازاي يا طنط كنت ناسي حاجه زي كده؟ ما انت عارفه ان احنا في البيعه دي بقالنا شهور، وعارفه كمان ان حياتنا كلها مترتبه على ان الفلوس جايه، ولا انت كنت فاكره ومش عايزه تقولي علشان البيعه تخلص من غير ما هم ياخدوا خبر؟ ايه توقع، ازاي تكلمي ماما بالاسلوب دوت؟ وبعدين هي بتقولك ان هي كانت ناسيه، في ايه؟ ده ايه الهبل اللي احنا فيه ده؟ ازاي بس الارض تبقى اتباعت ولحد رمضان اللي فات كان بيوصلنا ريعها؟ ريع ايه وزفت ايه؟ احنا معانا حجه الارض وحيازه الجمعيه الزراعيه وسلمناها من المحامي لما كتبنا العقد. الله،
هو في ايه يا جدعان؟ هو احنا بيتنصب علينا ولا ايه؟ اه طبعا اكيد بيتنصب علينا، دي ارض ب 300 مليون جنيه، يعني اكيد عمكم انا الصام. لا 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 يا طوقه، بقول لك ايه، انت داخله على العيله دي يعني تحترمي كبيرها قبل صغيرها، ده احنا كنا لسه بنترحم على بابا. بابا هو كان فين عقل بابا سعيد؟ كان فين ها؟ يكتب ارض خمس فدادين لاخوه علشان استلف منه 10,000 جنيه؟ ودي مات اهو، ادي مات وارتاح، واحنا اللي معكوكين في الزفت اللي احنا فيه. على فكره انت كده بتغلطي في ابوكي، انت فاهمه ولا لا؟ وانت يا ماما ما كنت قلت لنا على الموضوع ده من الاول، كنا رحنا سددنا ام الدين ده وخلصنا. يعني هي كانت تعمل ايه يعني؟ لو كانت قالت لكم ان موضوع الدين ده موجود كنتوا هتسددوا لله في لله من غير ما تعرفوا الارض دي انها هتساوي ملايين؟ قالت لكم بدل مره 100 مره، هي ناسيه ناسيه. ايه بتفهموا ازاي؟ انت بتزعل ايه يالا؟ بتزعل ايه؟ انت اللي بتزعل ايه؟ انت جننت؟ بص يا عمر هتعمل لي فيها الملاك البريئه بقلب طيب قوي. على فكره بقى انت اكتر واحد هيتفشخ فينا كلنا، يبقى روح يا حبيبي لحلم عنان خليه يتجوز سلومه بنته لهاب ابن عمك عشان بقى معاه ملايين. انت كده شاطر شاطر وكبير صح؟ اه كبير غصب عنك. انت اتجننت؟ سيبه في ايه؟ هتكبر عليا؟ اقعد يا يوسف اقعد. سيبيني سيبيني حنان دلوقتي. بس يا دوا يلا يا ماما يلا 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 لو سمحت قومي خشي جوه عشان تستريحي. يلا يا منير اهديها وخشي. حاضر. لا هروح فين؟ واسيبكم وعمالين تضربوا بعض بالشكل ده؟ فاكرين ان انا لما اخش جوه هستريح؟ سيبوني بقى اتفرج على اولادي وهم عمالين يغلطوا فيا ويغلطوا في ابوهم ويتهموا عمهم في ذمته. سيبوني عشان اشوفكم بتزقوا بعض وبتضربوا ببعض ومش عارفه على ايه. مش عارفة على ايه. خلوني خلوني للآخر، أنا قاعدة اهو. كملوا بقى. محلولة يا ولاد، ده الدنيا متفاتة. عارفين احنا لو رحنا قعدنا مع عمي هنقنعه وهيحلها لنا على طول. أنا ما بيعجبنيش غير دماغك يا منيرة. طب يا ستي ارتاحي، احنا رحنا لعمي والمشكلة دلوقتي مش في عمي، المشكلة في إيهاب، وطبعاً أنتوا عارفين إيهاب كويس. إيهاب ده لو شفته قدامي دلوقتي هاكله بسناني صح. المفتري الظالم عايز آخد أرض ب 300 مليون جنيه عشان أبويا سلف من أبوه 10,000 جنيه. ده أنا أقتله هو وعيلته واحد واحد. ده كده يبقى ربا. أنتوا عارفين إحنا لو رحنا قعدنا مع عمنا بالهداوة وقلنا له إن كل واحد فينا رتب أموره على الفلوس دي هيسيبها لنا. لا يا شيخ، وانت فكرك يعني عمك هيعمل ايه؟ هيقطع الورقه ويقول لك حقك اهو؟ والله حاجه تضحك. لا 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 يعني بس ممكن يتفاهم يعني. طيب 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 نهدى بس نهدى عشان نعرف نفكر كويس. اوكي ماما، الورقه دي متسجله؟ يعني بابا خد عمي من ايده وراحوا للشهر العقاري وسجلوها هناك؟ لا يا ابني مش مسجله. طيب يا جماعه طيب يا جماعه، يبقى كده الحمد لله ورقه عبيطه مش متسجله قدام كل الورق الموثق اللي بيثبت ان الارض دي بتاعتنا، يبقى الحمد لله. منيره كلمي خالد جوزك دلوقتي وخليه يسال الزفت المحامي بتاعنا ده ايه موقفنا القانوني بالظبط. يلا يا منيره يلا يلا. ما يلا يا منير يلا. حاضر. هي الحاجة صفية دي بتتعاطى حاجة؟ يعني ايه يعني ناسي ان جوزها كان بايع الارض؟ ما ترحمي امي بقى من القصة اللي احنا فيها دي. هو انت لسه شفت حاجة؟ انت السبب، انت اللي دخلتني في حوار ما يخصنيش. مال انا ومال صفية والفلوس والارض؟ انا عايزة فلوس دلوقتي. الحوار ما يخصكيش؟ مش انت اللي قعدتي تخططي وتهندزي عشان خاطر ولاد صفية؟ انبط يا اختي انبط بقى لحد لما اروح لشاكر اشوف حل للمصيبة اللي احنا فيها دي. انا جاية معاك. مش هينفع. هو ايه ده اللي مش هينفع؟ انت طلعتني المركب دي غصب عني، يعني رجلي على رجلك. ما عنديش طاقه انا اقعد استنى لما تروح لشاكر درغام وترجع تحكي لي. ها قلت ايه؟
مستنيكي في العربية. ايه يا استاذ؟ استاذ شاكر. نحن هنا. يعني سايبنا قاعدين كده على نار، يعني ما تقول لنا اي حاجه، احنا مش فاهمين حاجه خالص. الورق اللي مع ابن عمهم ده قولوا له يحطه في الزباله. يا سلام، ومالك يعني مال ايدك منه قوي كده؟ عشان هو ده الورق اللي يهم اي قاضي انه يبص فيه ويحكم في قضيه زي دي. لو رحتوا اي واد مخلص كليه حقوق حكيتوا له الموضوع ده هيبقى ده نفس الراي. الرقم المخيف ده خلى الواد هايبر. اقعدوا معاه كده ورادوه باي حاجه وهيبقى زي الفل. الله، طب ونراضيه ليه اذا كان انت بتقول الورقه دي ملهاش قيمه؟ عشان تشتروا الوقت. القضيه دي محسومه محسومه، بس المحاكم بقى حبالها طويله. قضيه يعني جلسه اجراءات، وبعدين جلسه استماع، وبعدين هنستنى الحكم في القضيه. فهو بقى هيستأنف، هينتدبوا خبير، هيطعن على الخبير، هيجيبوا خبير تاني، هنقعد سنين. تصدقي انا كان عندي قضيه في دمياط من النوع ده قعدت حوالي 18 سنه. يا لهوي. وفي الاخر برضو اتحلت. ودي بقول لك 18 سنه، يعني كده بقى المستثمرين اللي هيشتروا الارض ممكن يخلعوا؟ وارد جدا، حتى لو الحكومه دخلت في الحاله دي اللي شبه حالتنا، وخصوصا الارض تخص مجموعه من المستثمرين الكبار التقال، برضو هيبقى مضيعه للوقت. طب بقول لك يا عم شاكر، يعني بخبرتك كده، واد زي اللي اسمه ايهاب ده اترضى في حته كام؟ ابدا معاه من تحت، تحت قوي، ولو وصل للنسبه بتاعتي مش غلط، عادي جدا. الواد ده لو جاب محامي بتاع فيها لخفيها هيرخم علينا رخامة شديدة قوي، والموضوع هيطول. تسعة بالثانية يبقوا في السرير، مش زي المرة اللي فاتت. ولو ادم رخم تتصل بيا انا هكلمه. اسمع الكلام، ها؟ مفيش سويتس خالص النهاردة. نعم يا مدام. اهلا 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 حبايبي. اسمع كلام مامي، ها؟ هتناموا على طول، مش عايز شقاوة. صباح على خير. مش هتقولي بقى احنا خارجين نسهر فين؟ ولا اقولك ما تقوليش، انا بصراحة مش مصدقة فكرة الخروج دي خالص. احنا بقالنا قد ايه ما خرجناش مع بعض؟ ابتدوا يهلهم. ماشي. اهلا يا عمر، ازيك؟ أنا الحمد لله كله تمام. بكرة؟ لا بصراحة مش عارف موعدي إيه. طب أنا ممكن كمان ساعة أكلمك؟ لا، ما أنا هقول لك إمتى، تقولي بكرة إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة. إيه الرخامة دي؟ أنت من ساعة ما سبت المستشفى وأنت قاعد في البيت، عندك إيه بكرة بقى؟ هم عايزين يقابلوني، يستحملوا شوية، ما فيهاش أي مشكلة. يا شرير. مش تخليني في السهرة بتاعتنا ولا ايه رايك؟ انا بقول كده برضه. ماي فير ليدي. ماشي ماشي، اتنك قوي يا ابن درية، واحلم زي ما انت عايز. يا حبيبي هدي نفسك، هو مش قالك هكلمك كمان ساعة؟ وما اتكلمش، يمكن فاتح بطن عيان ولا حاجة. يا جماعة أنا مش مرتاح، هو أنتوا يعني فاكرين إن هو ما سألش محامي قبل ما يجي لنا؟ ما أكيد طبعا سأل محامي وقال له اللي يطمنه.
بقول لك ايه دالي، انت هتوترينا ليه؟ بقى المحامي اللي معانا كبير وفاهم كويس قوي هو بيقول ايه. وبعدين بقى حتى لو ايهاب اخد نسبه زي ما المحامي هياخد يبقى يبوس ايده وشه وضهره. طيب ايا كان انا كده كده للاسف مش هعرف ابقى معاكم مشوار زي ده، دي اكيد فاهميني حنان. زعلش مني انا، اخوك كبير برضه. بعدين ده انا كنت بغير لك الكوافير وانت صغير يا وسخ. صح يا حبيبي، بلاش تروح، انت عارف هو مستفز منك وعلاقتك معاك. طبعا انت اكيد عارفه ان انت مستحيل تيجي، لانه لو شافك هيقلبها حريقه. طبعا، هو انت مش عارف ايهاب غبي قد ايه وما بيعرفش يفصل بين الحاجات. ايهاب مش غبي يا بيت، لا ايهاب ده طيب قوي والله، انتوا ما تعرفوش، ده غلبان ومن جوه احسن من بره. وعلى فكره لو كتر عم حسن مش هيسكت له. عم حسن مش هيسكت. طب يا جماعه انا هدخل اخد شنطتي واسلم على ماما بقى واتكل على الله، ولو حصل اي جديد لازم تقولوا لي. ها ايه ده داليا، انت هتمشي تروحي فين؟ ده انت لازم تاكلي من الكيك، انا بعمل كيك جوه. لا يا حبيبه قلبي، انت في ملكوت تاني وانا مش قادره لك ولا قادره عليكي. يلا يا عمر، يلا يلا شيل زياد احنا هنمشي. لا لا والنبي لا لا، عشان خاطري ده انا ما بصدق اشوف العيال. يا لهوي، طب خلي لي البت الحلوه دي، خليك خليها لي شويه. يا منير يلا لازم نمشي، ما تخافيش انا بحب خدمه العيال. يا ستي هاتي خليها. السلام عليكم يا جماعه. حفظ الله. السلام يا عمر. طب وكيك؟ صباح الخير. وانت من اهلك. قولوا انت يا جماعه. باي باي. طب المره الجايه هعمل لكم كب كيك، انا بعمله احلى من الفرن. مع السلامه. مع السلامه. عاجبك كده؟ عاجبك كده؟ اهو ما كلوش من الكيك، اعمل ايه انا دلوقتي؟ اوديه فين؟ انا يا منيره. إيه؟ انا ويوسف قاعدين معاكي هنا وهناكل من الكيك. خلينا بقى في اخوك كمال اللي ما بيردش، ما نعرفش هو فين. اخويا كمال هيرد، انما لقمه الكيك دي ما تتعوضش. هما مالهم متزرزرين كده ليه؟ واحده تقول لي اخوكي كمال ومتزرزره، والتانيه تقول لي انت في بلكون تاني. لا يا لهوي، الكيك